عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى يا ربي تكونوا كل شيء على خير وبخير، تكونوا في صحه جيده يا ربي، والله يعطي كل واحد ما كيتمنى. اليوم الصراحه جيت نهضر، جيت نعبر على هذاك الشيء اللي حسيت به من خلال واحد السيده، والميساج اللي نبغي نقول لكم، اللي كيقول لك اللي مع عشرك خسرك. معمرنا نديو على الانسان من خلال الشكل ديالو او من البعيد، انسان خاصنا حتى نعاشروه عاد نحكموا عليه. والله حتى انسانه طيبه. اليوم جيت نهضر على صباح بيوتي، شهواتنا دانور، اللي فرحتني بغيت ربي يفرحها واخيره ان شاء الله يا ربي، ويعطيها ما تتمنى يا ربي في حياتها، وتشوف نياتها كيف ما بغات يا ربي، وتشوفها كيف بغيت. وسمحوا لي مع الصداع ديال ولاد اختي، ما لقيتش يعني، كنحاول انه مسكت حتى كنبغي نهضر عاد كيهضروا هما، راكم عارفين الوليدات الصغار. والله الا كيما فرحاتني، بغيت ربي يفرحها، انسانه طيبه طيبه طيبه. انا كنت كنقول من سابع المستحيلات ان صباح شي نهار غادي تجاوبني او شي نهار غادي تشرفني وتجي عندي، وقلتها لها مباشره. والله يعني نعيا ما نهضر ونعيا ما نشكر فيها، انسانه طيبه 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 بزاف. وجيتني تشكر لي فانز ديال صباح اللي صراحه جاوا عندي، وشكرا لهم بزاف، ومرحبا بهم في القناه ديالي. مرحبا بعائله صباح عندي في القناه ديالي، ان شاء الله يوليو من العائله ديالي ومن عائله صباح، حيت صباح ولات واحد اكثر من اخت، حيت هي دازت من الظروف لانني انا كندوز منهم، يعني دازت من واحد الحاجه اللي جات واحد الفاجعه وبدلات حياتها ما بين ليله ونهار. والحمد لله حتى هي انسانه قويه وصبوره ومكافحه، وهزه بنياتها يعني يعني هكا نبغيو الانسان، يعني ملي تبدل حياته الانسان ما ينهزمش، الانسان ما يتحطمش، بالعكس كيقول لك الضربه اللي ما كتحطمش خاصو تقوي الانسان، خاصو يتقوى، والانسان دائما يتصالح مع نفسه، يشوف الحياه من واحد الجانب اللي هو زوين، والانسان دائما يشوف من الحياه يعني يشوفها من الجانب الزوين، ما نبقاوش نفكروا في الحوايج اللي يحطمونا، في الحوايج اللي نبقاو هكا يمرضونا وهذا. المهم جيت الصراحه بغيت نجاوب على شي اسئله ديال لي فانز ديال صباح، وبغيت نعرفهم عليا اكثر. اول سؤال هو انني انا ماشي بنت الفقيه بن صالح، انا غير جيت ضيفه عند الاخت ديالي، وصباح جات عندي عند الاخت ديالي، يعني كانت كتقول لي غادي تجي عندي للدار، مي فاش جيت للفقيه بن صالح وكومونتيت ليها، يعني جات عندي مسكينه بالفقيه بن صالح. بالنسبه للسؤال واحد اخر اللي شاف الروتين ديالي اليومي، كيسولوني وساكنه بوحدي، لا ساكنه مع دارنا، ولكن دائما انا كنقول لكم الانسان يعول على راسه، ولا يكون فرد عله اعاقه، يكون ما يتحركش، يعني يدير دوك الحوايج يعني الاحتياجات اللي غادي يحتاج او شي حوايج اللي غادي يحتاجهم، يعني يحاول يديرهم هو راسو، ما يتسناش دائما المساعده. اكيد الانسان كيحتاج واحد المساعده اللي هي جزئيه، يعني انا دائما كنقول لكم يعني بالعزيمه والاراده الانسان يوصل للهدف ديالو. صراحه انا نهار اللي فتحت القناه هو كنت كنقول ما عمر شي يوتيوبرز غادي يجي عندي، كيفاش غادي هكا نهضر، كيفاش نصور، كيفاش هذا، ولكن الحمد لله دائما كنقول ان شاء الله واحد النهار غادي تطلع القناه ديالي، واحد النهار انا بغيت صوتي تسمع، بغيت المعاناه ديال الانسان اللي في وضعيه اعاقه يعني تسمع. المهم السؤال الثاني باش نقويش لكم الهضره، السؤال الثاني هو علاش مشيت للكروسه، بحكم انني قلت القصه ديالي في مع صباح، ما عرفتش شكون شي سمعها. هو ان انا في سنه 2013 مشيت باش ندير اعاده تسجيل في لافاك، وقعت لي حادثه سير، كنت مع دار عمي، وقعت لي حادثه سير، تقلبت بين الطوموبيله، وقع لنا كليساج، ضربت انايا يعني الشجره ضربتني نيشان العمود الفقري، وقع لي قطع تام في النخاع الشوكي، تسبب لي فشل نصفي، يعني حاليا ما كنحرك لا رجليا، ما كنحس بهم، ما كنوقف عليهم. علاش كنت ما كنوقف، ما كنحس، ما كنحركهم، ما عرفتش شنو هي احساس ان الانسان تشوف رجليك كتشوف فيهم لاصقين في الجسم ديالك،
وانت ما عارفهم صراحة مدياب لك حق الله احسات لي. هو صراحة جاتني البكية وقطعت الفيديو وعاود رجعت صراحة لي احساس صعيب 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 باش تقبل راسك، ولكن في الاخير وتختي كيقولي صعيب صعيب سبحان الله مالي ملائكة حسات. يعني بصح صعيب انك تقبل، يعني من بعد انك تقبل هاد التغيير اللي كيوقع لك في حياتك صعيبة صعيبة، حيت ماشي سهلة الانسان يكون واقف كيتمشى حتى تجي لحظة ما يبقاش يتمشى. ماشي سهلة، ولكن شي حاجة من اللي كتجي من عند الله مرحبا بها. مرحبا شي حاجة كتجي من عند الله معنا ما نبدلو فيها، يعني هذا قدر الله. وسؤال الثالث اللي هو ما عقلتش بالضبط، سمحوا لي ان اختكم عندها الزهايمر، اللي هو واش عندك واش عندك العلاج انك تعالجي ولا لا. انا يا من قبل رمضان سيمانه درت عمليه ديال زراعه الخلايا الجذعيه، ويعني حاليا ما كاين حتى شي تحسن لهذا ديال العمليه على قدره الله وقدر نتمنى يا ربي كل خير في هذه العمليه. يعني هي دابا بسبب انني انا زدت مرض، يعني مريضه دابا لهذا على الشرح. شوفوا صوتي راه مفتوح، هاد باغا ندير يعني التحاليل ونشوف حيت ضروري هاد الحالات، يعني ان اعراض بزاف هاد الحالات يقدر يجيك انفكسيون يعني في النبوله، تقدر يكون عندك الكلاوي، يقدر بزاف ديال الحوايج بزاف ديال الاعراض. لهذا علاش كنوصلوا حاله اللي بحالي كل مره يديروا التحاليل. انا دابا شي مده ديال 3 سنين ما درتش التحاليل، ولكن هاد ان شاء الله في هاد المده غادي ندير التحاليل، غير باقي ما سهلش الله يعني ونجاوبكم ونقول لكم شنو كاين عندي. جيت صراحة أنا قريت لي كومنتار ولكن ما قدرتش نجاوب عليهم كاملين، دابا جيت نجاوبكم. يعني سي محمد اللي كيسوني كيقول لي شكون هو سي محمد. سي محمد هو خويا الصغير، هو رجليا من بعد ما درت الحديثة يعني كيساعدني هكا كيفاش نخرج، كيدير لي مساعدة اللي هي جزئية، كيتسخر لي في الدار في كل شيء. يعني الحمد لله ربي كيقول لك ما كيبتليش حد، ما كيسد باب حتى كيحل بيبان، والحمد لله. عاوتاني الناس اللي كيتصلوا بيا كيقولوا لي شنو درتي واش دوزتي واش هذا، انا باقي ما دوزتش حيت ما يمكنش انني نمشي لابوراتوار، وانا ما عنديش شي اوردونونس ان عطيها لي الطبيب باش ندير التحاليل. يعني خاصني حتى نرجع للدار غالبا غادي نمشي للرباط، ولا غادي ندير غادي نشوف شي طبيب يعني اختصاصي اللي غادي ندوز عنده. يعني غادي ندير التلفازه ديال الكلاوي ديال انايا كما عرفتوا من قبل قلت لكم في الفيديو الاخرين محيده المرحله. يعني غادي ندير التلفازه، سمحوا لي على الصوت حيت شباحه، غادي ندير التلفازه وغادي نشوف ان شاء الله شنو عندي، ونتمنى يا ربي ما نلقى والو في التحاليل اللي غادي ندير. حيت صراحة الأعوام اللي فاتت يعني كل عام كندير ولا كل 6 شهور كنت كندير تحاليل في السبيطار، ضروري كتخرج ليا شي حاجة من الجنب كيف ما كنقولوا. إن شاء الله يا ربي هاد المرة يعني يكون كلشي بوزيتيف، يعني كلشي مزيان، ما تخرج ليا حتى شي حاجة اللي هي خايبة. وغادي نبغي نقول لكم يعني مرحبا بكم عندي في القناة، وما تنساوش دعمكم ليا حتى محتاجة للتشجيع ديالكم الدعم ديالكم. بقاو معايا حتى نحقق الشروط، وان شاء الله تكبر العائله ديالي، توليو العائله ديالي ان شاء الله، وتكبر القناه ويوصل صوتي من خلالي انا، يوصل صوت ناس وحدين اخرين. ما تنساوش دعمكم ليا، ومرحبا باي واحد دخل عندي القناه. كنبغي نشكر صباح بيوتي، كنبغي نشكرها في صراحه نايا قلت لكم ما نهضر في حقها، ولكن كنقولها الله يسهل عليك وشكرا لك بزاف. ويا انسانه ماشي غير جات دعماتني ومشات صافي نساتني، بقات معايا في الواتساب وقالت لي ان شاء الله غنبقى معاك حتى توصلي وحتى تسمع صوتك، وان شاء الله القناه ديالك تكبر، وحتى تقولي لي صافي قناتي كبرات. كنبغي نشكرها ان شاء الله، انا ما عمرني ما نقول لها صافي، ان شاء الله دائما غادي نبقى وهي ولات الاخت ديالي كيف ما كتقول. قالت لي وليتي الاخت ديالي،
وكنبغي نشكرها بزاف بزاف. والميساج اللي نبغي نقول لكم هو ما تبقاوش تحكموا على الناس من خلال الشكل، يعني كيف ما كيقول لك اللي ما عاشرك كسرك. نخليكم في امان الله، وان شاء الله اي فيديو ديالي يلقاكم صحه جيده. وشكرا على تتبعكم ليا الفيديو، وما تنساوش دعمكم ليا بالاشتراك وبالزر على الجرس باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله. وشكرا، نخليكم في امان الله.